الله، أهلا بكم، معكم أحمد صالح. وأخيرا مايكروسوفت في 2021 أطلقت ميزة استخدام مايكروسوفت أوفيس فري مجانا بالكامل من خلال تحميل التطبيق الخاص في متجر مايكروسوفت. إذا كان المتجر متاح لك بهذا المكان على سطح المكتب مثل ما أنا شايفين، أو راح نتوجه إلى محرك البحث جوجل ونكتب في حقل البحث مايكروسوفت ستور، راح يعطيني الخيار الأول ويندوز أبس، أي متجر تطبيقات ويندوز. لما أنقر عليه من مرة واحدة راح يفتح لي متجر تطبيقات مايكروسوفت. رح نجي إلى خانة السيرج أو البحث ونكتب الأوفيس. رح ننزل أسفل شوي وبعطي شو أول، يعني مشاهدة أو فتح كل التطبيقات. ورح ننزل للأسفل شوي مثل ما أنا شايفين بالشاشة لحتى نصادف عنا أوفيس فري، أوفيس مجاني بالكامل. أنكر لمرة واحدة للبدء بتحميل هاي الإضافة وبنكر على جيت. رح يشتغل عندي مثل ما شايفين متجر تطبيقات مايكروسوفت. رح أنكر على كلمة الحصول لحتى نبدأ بتثبيت الإضافة. مثل ما انا شايفين جاري تنزيل اوفيس، رح نستنى لبعض الوقت حتى يتم تنزيل الاوفيس وبرجع بكمل معاكم ان شاء الله. بعد ما انتهى التنزيل عمل عملية تثبيت لهذا المنتج واعطاني مفتاح التشغيل او الرن لحتى ابدأ بتشغيل مايكروسوفت اوفيس مباشرة. طبعا بيعطيني شاشة تلميحات مثل ما انا شايفين. رح ننقر على مفتاح اغلاق لحتى نتوجه للشاشة الرئيسية مباشرة. هل تريد تثبيت اوفيس على شريط المهام؟ نقوله نعم لحتى يضل عندي اياه مفتاح بهذا المكان. طبعا انت راح تحتاج للدخول الى مايكروسوفت اوفيس، انت محتاج فقط يكون في عندك حساب على مايكروسوفت ممكن انشاؤه اثناء عملية التثبيت بكل بساطة، سواء من خلال رقم الهاتف او من حسابك على سكايب او بحساب الجيميل. تنشئ حساب مجاني بالكامل. بامكانك ان تقرأ على مفتاح الوورد حتى يشتغل معك تطبيق الوورد او الاكسل الباوربوينت، وعندي كتير من الخدمات اللي نحن شايفينها اكسس وببليشر وكل برامج وتطبيقات الاوفيس اللي نحن محتاجينها فينا نستخدمها بشكل جميل جدا جدا. والحصول على اوفيس 365 يمكن شراء اوفيس من هذا المكان وتحميله وتثبيته بهذا المكان اذا حابب نحن نشتري من مايكروسوفت اي نسخة مدفوعة، لكن بامكانك تشتغل على اوفيس الموجود بهذا المكان وبالمجان بالكامل. اتمنى ان شاء الله بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء النافع والجميل واللائق فيكم. أتمنى منكم التفاعل والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.